ولكن عندي سؤال ليك برضو يا أحمد، هل ممكن يكون غياب محمد صلاح يأثر بالشكل ده؟ احنا عارفين قد ايه محمد صلاح لاعب مؤثر جدا ومهم جدا مع المنتخب او مع اي فريق هو فيه، ولكن غيابه يخلينا نظهر بالشكل ده؟ السؤال ده اذا كانت القصة نفسها قصة ماتش توجو، لكن القصة الحقيقية اثاره اكبر بكتير جدا من ماتش توجو. صلاح لاعب مؤثر، لكن رونالدو كمان لاعب مؤثر وكان ظاهر مع البرتغال، وده ما منعش خسارة البرتغال من فرنسا. اللي عايز اقوله انه صلاح ظهر في مناسبات كتيره جدا مع المنتخب المصري على مدار سنين طويله، عشان القصه مش قصه توجو، والقصه مش قصه تاهل لافريقيا، والقصه مش قصه سنه استثنائيه فيها توقف بسبب كورونا، القصه قصه سنين طويله جدا. غابت الشخصيه، غابت الهويه عن منتخب مصر. نتكلم على كوبر، نتكلم على اجيري، نتكلم على حسام البدري، هي نفس الدايلما، هي نفس المشكله. فين المشكله الحقيقه؟ انا مش عارف. يعني اذا كنت بتتكلم على قماشه لعيبه، فانا بيتهيألي منتخب فيه لعيبه كويسه جدا، يعني لعيبه محترفه في الدوري الانجليزي بيقدموا اداء قوي جدا مع فرق محترمه زي الارسنال وزي ليفربول وزي استون فيلا. بتكلم على صلاح، بتكلم على تريزيجيه، بتكلم على النني، بتكلم على حتى على مستوى القاره الافريقيه عندك افضل جول كيبر في افريقيا محمد الشناوي، على مستوى القاره الافريقيه عندك افضل لعيبه بطل ووصيف بطولة دوري الأبطال. يعني فين المشكلة؟ هل المشكلة في القماشة؟ هل المشكلة في طريقة اللعب؟ هل المشكلة في الانسجام؟ المشكلة فين؟ لأن المشكلة دي مستمرة بقالها سنين طويلة. والأسئلة المهمة اللي لازم نفكر فيها إذا كنا باصين لقدام، خدوا بال حضراتكم وعلى مسؤوليتي إن شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة، يعني مصر هتتأهل لكأس أمم أفريقية. يعني إحنا بنتكلم في مجموعة فيها جزر قمر وكينيا وتوجو، ومصر هياخدوا منها فرقتين، فبيتهيألي اعتقد انه مستحيل، دي تبقى فضيحه لو مصر لم تتأهل لكأس الأمم الأفريقية. لكن السؤال الأهم، احنا رايحين نعمل ايه في كأس الأمم الأفريقية؟ المنتخب ده رايح ينافس ولا رايح عشان تمثيل مشرف؟ والسؤال الأكثر أهمية اللي لابد ان احنا نحطه في الاعتبار بشكل كبير، وانا بتكلم هنا كمنظومة، كاتحاد كورة، كجهاز فني، كلاعبين بيكتبوا تاريخهم، كجماهير كورة، كأندية، المنتخب ده هيوصل كأس عالم؟ يعني خدوا بال حضراتكم، التصفيات في كاس العالم تختلف تماما عن امم افريقيا. انت كاس العالم لازم تطلع اول مجموعه عشان تطلع تلعب واحد من 9 فرق كبار في افريقيا، رايح جاي ومين يوصل، فالقصه ثانيه تماما مختلفه. والاهم من ده لازم نبقى عارفين الجيل ده الموجود حاليا قادر على انه يتقارن بالجيل اللي حقق، او الجيل الذهبي اللي حقق 3 بطولات افريقيا، عشان ما نظلموش. يعني ناس كثيره جدا بتقول المنتخب من ساعه منتخب كابتن حسن شحاته ما فاز بثلاث امم افريقيا ما شفناش منه حاجه تانية، حتى رغم الوصول لكاس العالم وحتى رغم الوصول لنهائي كاس امم افريقيا. الجيل ده يا احمد احنا بنتكلم على افضل لعيبه في افريقيا في الوقت الحالي، واعتقد ان هم كلعيبه ومتاكده من ده مش اعتقد قادرين طبعا على تحقيق بطوله افريقيا وان هم يدوا افضل ما عندهم، ولكن يمكن ما كانش فيه تكتيك واضح، ونفسنا نشوف المباراه الجايه تكتيك واضح ان اللعيبه دي تتوظف بشكل افضل من ده. وعلى اي حال طبعا احنا بندعم طبعا منتخبنا الوطني، واحنا في ظهر منتخبنا الوطني، وبنتمنى طبعا ان المباراه الجايه نشوف اداء افضل بكتير وطبعا نحقق الفوز. خليني اقول لك بس حاجه مهمة، طبعا الماتش اللي جاي في منتهى الأهمية. النهارده كينيا بتلعب جزر القمر، لو لا قدر الله كينيا كسبت، الماتش اللي جاي بالنسبة لتوجو حياة أو موت. والمنتخب اللي احنا شفناه في استاد القاهرة امبارح، يعني مع كامل الاحترام والتقدير للناس اللي بتقول منتخب توجو مش اسم كبير، لا، أنا شفت الحقيقة منتخب واقف على رجليه وبيلعب كرة حلوة جدا، وفي أوقات كتيرة جدا كان بيهدد المنتخب الوطني. عشان كده النهارده لو بنتكلم إنه كينيا قدرت تكسب، كينيا هتطلع 6 بونت، مصر 5، جزر القمر 5، وتوجو يفضل عندها نقطة واحدة، فبالنسبة لها ماتش مصر هيبقى هو فرصتها الوحيده بالظبط كده، فرصتها الوحيده. هتبقى الامور صعبه، 3 ايام يحصل فيهم حاجه اشك، ولكن اثق تماما في قدرات لاعبتنا، واثق تماما في قدرات كابتن حسام البدري انه يقدر يلم الفرقه ويعمل سكور طيب ان شاء الله باذن الله. وطبعا كل الدعم لمنتخب مصر، وهنتكلم النهارده طبعا جزء كبير من حلقتنا مخصص لمواجهه المنتخب، سواء ماتش امبارح او طبعا مواجهه يوم 17.